فأولا الفتاة التي تحجبت ثم خلعت حجابها، أسأل الله لها الهداية، ولكن إثمها عند الله أكبر. الله يا أخي يا أبو حمزة، مجرد تحط الحجاب على رأسها وتطلع من باب البيت أخذت الشيطان وثبت حجابها. الخطوة الجريئة لمن أرادت الحجاب أن تخرج به عتبة البيت، كسرت الشيطان، ونحن في صراع مع الشيطان. إذا تحجبتي، هاي كلمة لكل واحد يتراني الآن، إذا تحجبتي وانت واقفة على المراية لا تنظري إلى صورتك، انظروا في المرآة إلى صورة فاطمة الزهراء تتبسم في وجهك وتقول لك أنت بنيتي، وانت تتطلعي وتزبطي بشعراتك عشان تغطيهم تذكري خديجة أم المؤمنين، تذكر نساء الصالحين، تذكر نساء الصالحين.